مشاهدينا إلى جولة رياضية جديدة لهذه الساعة. طالب عدد من الرياضيين في محافظة ذيقار بسحب العمل من الشركة المنفذة لملعب الأولمبي بسبب التلكؤ في العمل، مطالبين وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال بأن تكون الشركة المنفذة شركة رصينة ولها أعمال سابقة في هذا المجال. الناصريه جمهور الرياضه الى الكابتن عدنان درجال. كابتن عدنان، الملعب الاولمبي حلم وامنيه لابناء محافظه ذيقار ان يكون لهم ملعب يليق بتاريخ هذه المحافظه. سمعنا بانه تم توجيه دعوه الى شركات تركيه او قطريه او غير ذلك. نحن مع هذه الشركات، ولكن نريد ان يكون هنالك شيء على ارض الواقع. لدينا شركات رصينه عملت المدينه الرياضيه والحبيبيه وزاخو والكوت والنجف، هذه الشركات عراقيه رصينه موجوده على ارض الواقع، فلا نقبل أن تكون الناصرية حق التجارب، لا نقبل أن تأتي شركة بعد الشركة التي كانت متواجدة ونذهب إلى تلكؤ آخر واندثار آخر ومبالغ ومليارات تذهب في لا نعرف إلى أين. اليوم الشغل الشاغل لمحافظة ذيقار هو ملعب الناصرية الأولمبي اللي نتمنى وخلال هذه الفترة يعني أن يحال بأقصى سرعة إلى إحدى الشركات الرصينة. يقول المثل اللي ينشاف بالعين ما ينحمد. اليوم ملاعب جذع النخلة، ملعب يشار له بالبنان، ملعب الحبيبية اليوم ملعب يعني رائع وجميل وأنيق، ملعب الكوت، ملاعب كثيرة يعني الناس ما تلكأت به. هذا الملعب هواي صار به تلكؤ وهواي اندثارات، نتمنى ما يصير به تلاعب، نتمنى ما يصير به محاباة. الناصرية تستاهل أن يكون هناك ملعب، وأيضا يكون هذا الملعب هو حاضنة لبطولات إقليمية أكثر من أنها بطولات محلية، وأيضا من أكثر من دوري ممتاز. مناشدة خلينا نعتبرها أخوية من أخ إلك، وأقول لك بالحقيقة أنه رياضي المحافظة وجمهور الكريم يطالبونك بأن تكون شركة رصينة للملعب الأولمبي بإرجاعه وإرجاع هذا المعلم الرياضي الحضاري الكبير، فخلي بصمة تاريخية إلك يا كابتن عدنان درجال بأن تكون الشركة اللي راح تجي تشتغل بالناصرية شركة رصينة.